بعد التشاور مع الجميع واضح ان الدعوة لمظاهرات 30 يونيو قدرت توحد كل قوى المعارضة على قلب رجل واحد، واصبح الامر بيشكل خطر حقيقي. ده غير ان العيال بتوع تمرد نجحوا انهم يحشدوا اعداد كبيرة من الناس، اعداد ما كانتش بتنزل المظاهرات اصلا. ده غير ان الاعلام عمال يشحن في الناس كل يوم. والله يا فضيلتك، احنا تواصلنا مع الاخوه في القوى الاسلاميه المختلفه، اتفقنا معاهم على ان ما يحدث ليس خطرا على الاخوان فقط، ولكنه خطر على المشروع الاسلامي برمته، وان هم لو تخاذلوا دلوقتي عن دعمنا فانما يتخاذلون عن دعم انفسهم. كلهم اجمعوا على دعمهم الكامل للرئيس مرسي، لكن طالبين ان الرئيس يعلن موقف واضح من سوريا. طب ما الرئيس اعلن مرارا وتكرارا انه مع الثورة السورية وضد نظام بشار، في ايه تاني بقى؟ لا، هم عايزيننا نفتح باب الجهاد في سوريا، ويبقى ده موقف الدولة المصرية. والله الواحد بعد شوية تفكير كده شايف انه ممكن جدا تبقى دي رسالة مننا قوية جدا للجميع، ان احنا مش هنسكت على كل من يعارضنا، وسنرد بكل عنف في مصر زي ما هنرد في سوريا. بس انا اتصور يا باشمهندس ان الكلام ده مش هيعجب الجيش عندنا. ماشي، شو هم قالوا؟ قريب هم كمان توصلوا رسالة مننا ان احنا نملك القوة وفي ايدنا كروت كتير، عشان يقرروا بعد كده هيبقوا معانا ولا ضدنا. سامع هوس؟ ما فيش كلام. الرئيس مرسي تعظيم سلام تكبير. سامع هوس؟ ما فيش كلام. شباب ثوار مصر، عاوزين نسمع الدكتور مرسي صوتنا وتأييدنا ووقفتنا مع الشعب السوري. لبيك يا سوريا، لبيك يا سوريا، لمصر لمصر أم لربوع الشام تنتسب؟ هنا العلا وهناك المجد والحسب. لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماماً مع النظام السوري الحالي. وأنا شايف إن إحنا القوات المسلحة المصرية لازم يكون لها دور لنصرة إخواننا في سوريا. شفت السعادة للمصريين قبلوا بها قراري بقطع العلاقات مع سوريا وحكومة بشار الأسد. يعني مش لازم نشارك بقوات، بس على الأقل يعني ندرب المجاهدين والمتطوعين لنصرة أحرار سوريا. فخامة الرئيس، أنا هتعامل مع اللي حصل في الاستاد امبارح على انه يعني محاولة سياسية من حضرتك لحشد المؤيدين وتهديد المعارضة. مع رفضي التام للأسلوب ده، ورفضي كمان لأي محاولة لتوريط الجيش المصري للعمل خارج الدولة. قوات المسلحة فندم بتدافع عن الأمن القومي المصري وبتحمي أرض مصر وحدودها. القضية السورية دي حرب آلية، مطلوب العمل على إنهائها مش زيادتها. دي فكرة جديدة في الصراعات، هدفها تدمير الدول من الداخل باستخدام أدوات صراع داخلية. الأيام اللي جاية هتثبت خطأ وخطورة الحرب ديت على الدولة السورية، بس الحمد لله مصر فقط هي اللي نجت الفكرة الخبيثة ديت وهتنجو دايما إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.